السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جينا النهاردة يا جماعة تاني لمنطقة الوادي أنا وصديقي أحمد سيد. طبعا يا جماعة بمجرد ما شلنا شوية الشوك دول لقينا يا جماعة حية غريبة سوداء. طبعا كنا لسه جايين، بمجرد إن احنا شلنا شوية الشوك على طول كانت تحت منهم. من اخطر الثعابين المصريه يا جماعه. طبعا قد ما حجمها صغير جدا الا ان هي خطر جدا. طبعا الصوت ده بتطلعه من جسمها. يا جماعه كميه السم، طب يا جماعه سم الحيه الغريبه غير السم بتاع الكوبرا. سم الحيه الغريبه بيعمل سيوله في الدم، سم الكوبرا سم عصبي. وان شاء الله يا جماعه هنكمل بقيه اليوم معاكم. بس هذه يا جماعه تعبان، لا ده الجلد بتاعها ما تعورش، لا دي بتغير جلد يا بحر كده كده الايه الجلد هيتقلى بتاعها. تعبان يا جماعه الدساس. طب يا جماعه ابو احمد كده سيد فكر ان هي اتعورت، لا هي بتغير جلد. طب يا جماعه من الانواع الجميله جدا، من انواع الغير سامه، وان شاء الله برضو مكملين معاكم. طب يا جماعه فين فين الجرد؟ جرد الدساسة مش عارفين داخلة الجرد ولا هنا؟ دساسة. الله أكبر الله أكبر. يا عم الله أكبر. اللهم صل على النبي. صدق صدق. يعتبر بسم الله ما شاء الله من الاحجام الضخمه جدا في الدساس، لان الدساس طبعا يا جماعه طولها ما بيتخطاش ال 80 سم او 70 سم. هذا يا جماعه حجم الدساس الطبيعي. طبعا يا جماعه دي اسمها تعبان الرمل، اسمها تعبان الساند بوا، اسمها الدساس زي ما حضراتكم شايفين. النوع الوحيد يا جماعه هنا في الوادي اللي بيعيش تحت الارض، سبحان الله في اقل في ثواني خلاص بتختفي. يبقى كده يا جماعه جبنا الحمد لله الدساستين وجبنا حيه غريبه سوداء. طبعا يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم دي انثى بسم الله ما شاء الله من الاحجام النادره جدا. بس اهو بتصور بتصور. طبعا يا جماعه جبنا في البدايه جبنا حاجه غريبه سوداء، تاني حاجه يا جماعه جبنا الدساسه دي او تعبان الساند. طبعا يا جماعه ابو احمد سيد فكرها متعوره. طبعا يا جماعه دي كده بتغير زي ما قلت لحضراتكم الجلد بتاعها ما فيهاش اي مشاكل. وجبنا رقم ثلاثه الدساسه دي طبعا يا جماعه من الاحجام الضخمه جدا. شوفوا يا جماعه الفرق. طبعا يا جماعه الدساس من الانواع الغير سامه نهائيا،
زيتان. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هكذا زي ما قلت لحضراتكم كل يوم جديد.